مكملين معكم في دنيا يا دنيا. يوم اللثة والأسنان، وبهالمناسبة أقيم مؤتمر بمشاركة نقابة أطباء الأسنان. معنا أيمن الزامل لنعرف أكثر عن أجواء المؤتمر. صباح الخير أيمن. صباح الخير دائما. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين. كيف دائما حالك؟ احنا اليوم في مركز الحسين الثقافي في مناسبة يوم صحة الفم والأسنان 28. يعني هذا اليوم انطلق قبل 28 عاما من عمان، وانتشر في مختلف الدول العربية لنجاح هذه التجربة التي قامت بها نقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع وزارة الصحة. ومعنا الآن معالي الدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة للحديث حول هذا الموضوع. صباح الخير معالي. صباح النور، الله يعطيك كل عافية. دكتور ياسين، يعني حابين في البداية نعرف أهمية هذا اليوم اللي انطلق من نقابة أطباء الأسنان وبالتعاون مع وزارة الصحة قبل 28 عام. يا سيدي، بداية هذا الاحتفال بهذا اليوم هي كانت بتوصية من مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنيين إلى اتحاد أطباء الأسنان العرب، ووفق على هذه التوصية، وأصبحت كافة البلدان العربية تحتفل بمثل هذا اليوم بهذه المناسبة. أولا الوقاية من أمراض الأسنان هي أفضل وسيلة لتخفيف الكلفة الاقتصادية على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع. هذا اليوم أنا كنت سعيد جدا وأنا أشاهد أطفال المدارس والمندوبين من الجامعات ووزارة التربية والتعليم وزارة الصحة، الكل يساهم في إنجاح هذا اليوم. طبعا كيف ينجح مثل هذه الأيام؟ بالتوعية، بالإرشادات، بالمحاضرات التي ستقوم على هامش هذا اليوم، وكلها بالنتيجة تؤدي إلى مجتمع سليم معافى. لأنه احنا دائما وأبدا علاج الأسنان الآن بكل الدول هو علاج مكلف، مكلف جدا. فعندما تركز على الوقاية بوزارة التربية والتعليم، بأطفال المدارس، بوزارة الصحة، بالجامعات، لأنه اليوم هذا جهد مشترك بين وزارة الصحة والنقابة والجامعات ووزارة التربية والتعليم. فأنا الحقيقة سعيد جدا بشاهد الأطفال وهم باخذوا فراش الأسنان وبيستمعوا للمحاضرات والأفلام اللي موجودة. فجهد يعني كله يصب في خدمة هذا الوطن. دكتور ياسين، يعني هنالك دراسات أو إحصائيات قمتم بها وزارة الصحة تتحدث عن أن انتشار أمراض الفم يعني بنسبة تتجاوز 70%، كيف تعملون على الحد من هذه الإصابات؟ يا سيدي، هناك قسم خاص في وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولوية، وقسم خاص للرعاية الصحية في المدارس. وأنا بعتقد أنه ما تقوم به الوزارة في مجال الرعاية الصحية الأولية هو شيء متميز. وكما حدثني مندوب منظمة الصحة العالمية في مكتبي قبل أيام، أنه الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية هي ملونة باللون الأصفر، أي اللون الذي يوجد مثيل له في دول أوروبا. فإحنا متقدمين بهذا المجال، واعتقادي أنه لابد أن تبذل وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، لأن التوعية يجب أن تشمل كافة أطفال المدارس، يجب أن تشمل المواطنين. وبعتقد دورنا إيجابي ومؤثر، وعم تنزل النسبة، يعني المؤشرات بهذا الاتجاه هي بالاتجاه الصحيح. دكتور ياسين، على ذكر الدور اللي بتقوم فيه وزارة الصحة، حابين تحكي لنا عن الخطط الاستراتيجية المستقبلية يعني الحد من أمراض الفم لدى خاصة فئة طلاب المدارس، ما هي السلوكيات الصحية التي يجب اتباعها أيضا؟ يا سيدي، السلوكيات الصحية هي موجودة بالوسائل الإرشاد التي وزعت على الناس اليوم. يعني ما تقوم به الصحة المدرسية بالصف الأول والثالث والرابع، بعتقد هذا شيء ممتاز، ونأمل من المدارس الخاصة وأن تقوم بتعيين أطباء أسنان، وحتى مش بس يقوموا بدور علاجي، بالكشف المبكر للأطفال، بالتوعية والإرشاد، وسائل إيضاحات تكون موجودة. لأنه أنا واثق أنه هذا يصب بالنهاية
لمصلحة الوطن. يعني الكلفة الاقتصادية يجب فاتورتها، الكلفة العلاجية يجب أن فاتورتها أن تنزل. أخيرا دكتور ياسين الحسبان وزير الصحة، يعني حابين رسالة توجهها للأمهات اللي بيشاهدونا الآن في المنازل، كيف يجب عليهم العناية بأطفالهم وأسنان أطفالهم؟ يا سيدي، كل أم وكل طفل يجب أنه يهتم بصحة فمه وأسنانه، لأنه هذا الاهتمام يوفر عليه في المستقبل فاتورة علاجية كبيرة. يعني أصبحت كثير من الدول لا تؤمن، وحتى شركات التأمين لا تؤمن على معالجة الأسنان، فيجب أن نحافظ على أسناننا نظيفة، وكما يقولون دائما أسنانك بين الصحة والجمال. فآمل من كل الأمهات والآباء أنه يقوموا بدورهم المنزلي في التوعية، ومن ثم المدرسة تقوم بالتوعية، ومن ثم وزارة الصحة وزارة التربية والتعليم. أنا شفت وزارة الصحة عندها مطويات وعندها أفلام وعندها سيديات، يعني كل هذا بالنهاية يجب أن يصب في الوقاية، لأن الوقاية أفضل من العلاج. دكتور، يعني قد فاتني سؤال، يعني نحكي عن التجربة كيف بدأت من عمان وانتشرت للدول العربية كافة، يوم الفم، صحة الفم والأسنان. تكلمت معك في بداية حديثي عن هذا الموضوع، وقلت لك أن الفكرة بدأت من عمان، من هنا، وعمان دائما وأبدا هي المبادرة. السؤال يعني هل نقلتم التجربة للدول العربية؟ يعني هل تم نقل هذه التجربة باعتماد مثلا هذا اليوم بأن يكون يوما للدول العربية كافة وليس يوما أردنيا فقط؟ يا سيدي، قلت لك في البداية أن هذه الفكرة بدأت من مجلس نقابة أطباء الأسنان. تقدم المجلس بتوصي، لأنه كانت نقابة أطباء الأسنان بالتعاون مع وزارة الصحة والمؤسسات الأخرى تقوم بمثل هذا النشاط. فعندما تقدمت بتوصي، وأنا أذكر ذلك جيدا، تقدمت بتوصي إلى اتحاد أطباء الأسنان العرب، الاتحاد الأطباء الأسنان العرب اعتمد هذه التوصية وعممها على كافة الدول العربية والتزمت بها الدول العربية، ومثل هذا اليوم كافة الدول العربية تحتفل مثل هذا اليوم. شكرا معالي الدكتور ياسين الحسبان وزير الصحة. يعطيك ألف عافية وشكرا لك. يعني كما ترون أعزائي المشاهدين، تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان بتخصيص هذا اليوم ليكون يوم صحة الفم والأسنان، لنشر الوعي والتثقيف بين أطفالنا للمحافظة على أسنانهم وخلوها من الأمراض. بشكرك أكيد أيمن، بشكر كمان أكيد جهود وزارة الصحة ومعالي الوزير ونقابة الأطباء لهالمبادرة اللي زي ما ذكرت وحضرة الوزير ذكر تبدأ من عمان. شكرا لك أيمن الزامل. مكملين معكم بدنيا، يا دنيا استنونا كمان بعد البريك.